السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول ازاي هناخد عقلة كاليوس النهاردة. طبعا الكاليوس من النباتات المحببة، شايفين الالوان بتاعته، بسم الله ما شاء الله جميلة، بسم الله ما شاء الله. وطبعا الكاليوس بيحتاج مكان يكون دافي او حر، بيزدهر نموه قوي فيه، بيستحمل الشتاء بتاع مصر شوية، لكن برضه هو بيحب أساسا الصيف جامد، بيحب نسبة الرطوبة العالية، بيحب التسميد، الورقة بتاعته تعرض وتبقى أكبر من كده كمان، ماشي، وألوانه تبقى زاهية، بيحب المكان الظل شوية، لأن الشمس الشديدة بتاعت مصر هو ما بيحبهاش، يعني عايز مكان مغربي، ممكن في بلكونة تكون منورة بس ما بيجيش عليها شمس مباشرة. دي ظروف اللي بيحتاجها الكلس. خلينا ناخد ازاي العقلة. انا لما باجي اخد عقلة طبعا مفروض ان انا بنقي احسن حاجة في النبات، لاني انا بعمل نبات جديد. طبعا ممكن اخد عقلة وسطية، ممكن اخد اي عقلة منه بتقدر وبتبقى كويسة، لكن احنا بنقول الاحسن، فمفروض ان انا باخد احسن عقلة فيه. يعني انا لما باجي حتى المعيار بتاعها مش هو المعيار، يعني اولا لازم تخلي تصور نظري انا لما ابص لها تبقى حاجة شكلها كويس، وباخدها بطول من حوالي 7 سنتي ل10 سنتي او ما يوازي صباع كده، بعمل صباعي عليها كده. فغالبا بناخد العقلة الطرفية بعمل صباعي عليها كده، ويا اما بقطعها بايدي كده تمام، او بالمقص، ويفضل مقص او قطر. ادي المقص عندي كده تمام، باخد العقلة. العقلة دي طبعا دي احد الاشكال العقلة اللي ممكن اخدها. كمان ممكن اخد عقلة وسطية تكون بالشكل دوت، اللي هو في الاخر ما فيهاش قمة نامية مقصوصة، القمة النامية بتاعتها هو بالشكل دوت، واقطع اول ورقتين كده. المفروض دي بتكون طويلة شوية، احنا طبعا بنشتغل كمحترفين في الاخر بنشتغل من 5 ل10 سنتي اقصى حاجة، لكن انت طبعا في البيت لازم ما تقلش عن ال10 سنتي. ازاي هخليها تقدر؟ ده امر بسيط جدا في الكاليوس، اما ان انا احطها في مية، اهي العقلة برضو، اما ان انا احطها في مية وبعد لما تقدر اخدها، ودي انا شخصيا ما بحبهاش، بس لكن هي ناجحة في البيت وكويسة. هتاخد من اسبوع ل10 ايام علشان تقدر. هو اما اني انا ازرعها في مكان ظل في بيت موس زي ما انا هعمل كده، ماشي، وممكن من غير غطا، او ممكن ان انا احطها في قصيص واغطي عليها، البس القصيص اللي انا عملته البسه كيس بلاستيك تمام عشان يحفظ الرطوبة عليه. كل ما كان المكان اللي انا بزرع فيه رطب، كل ما كان النبات هيفضل محتفظ برونقه لحد لما يقدر، وهتكون نسبته احسن واسرع. فيا اما انا بحطه في مكان رطب وبرش عليه مية، يا اما بقفل عليه بكيس بلاستيك، يا اما بحطه اساسا في المية داخل الأوضة. شكرا لكم.